بأبشع طريقة، وفاة صاحب رسوم الموسيقى للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إليكم التفاصيل، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد تعرض رسام الكاريكاتير السويدي لارج فيلكس الذي اشتهر برسومه الموسيقى للنبي صلى الله عليه وسلم أمس الأحد لحادثة سير مروعة أدت لوفاته. وقد فارق الرسام الحياة عن عمر يناهز 75 سنة رفقة رجل الشرطة كان برفقته بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة الصحافة الفرنسية. والضابطين اللذان كانا برفقته يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007 بعد نشره رسوم موسيقى للنبي محمد. وقد قال متحدث باسم الشرطة إنه يتم التحقيق في الحادث مثل أي حادث سير آخر، لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين يتم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق. وقد وقع الحادث بالقرب من بلدة مارغاريت الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين، لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى وفق الشرطة. وبعدما انتشرت الصور المسيئة للنبي محمد تصاعد الغضب بعد ذلك مع احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي سنة 2006. وقد اعتبرت أخطر أزمة في السياسة الخارجية للبلاد منذ الحرب العالمية